ومعنا هاتفيا مشاهدينا الكرام من الدوحة الصحفي والإعلامي السيد حسين دليم، مرحبا بك. إذا هناك عملية عسكرية واسعة في قضاء الطارمية شمالية بغداد تحت الذريعة ذاتها محاربة الإرهاب، بعد نحو سنتين من إعلان الحكومة القضاء تماما على تنظيم الدولة، كيف تقرأ ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة. الحقيقة ينبغي أن نفهم في البداية أن عملية الطارمية هي بأوامر الحشد الشعبي. قبل في عيد الفطر نذكر جميعا أن قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العطائب طلب من القوات العراقية والحكومة أن تنفذ عملية أمنية لتطهير، كما قال بالنفس، لتطهير مدينة الطارمية. ونعرف في ذاك الوقت أن كما قلنا قبل بضعة أسابيع في ذلك التوقيت أن هذه العملية بسبب أن قوات من الجيش العراقي لواء يضم أفراد من المناطق الطارمية وما يحيط بها هي التي أصبحت تتولى الملف الأمني في هذه المدينة، وهذا ما أغاظ ميليشيات الحشد الشعبي والفصيل من الجيش العراقي الذي كان يتولى القيادة الأمنية والعسكرية والميدانية في مدينة طارمية، بعد أن أخرج إثر مضايقات كثيرة وابتزاز وحملة شكاوى كثيرة من المنطقة. وبالتالي ما أحدث الآن هو عملية إعادة اللواء القديم الذي يضم ميليشيات من الحشد الشعبي لإدارة المنطقة، هذه نقطة. النقطة الثانية أن عملية طارمية أعلن عنها قبل يومين تقريبا من بدئها، وهذا ينافي السياقات العسكرية المعروفة التي تعرفها الجيوش والعمليات الأمنية، إذ لو كان هناك مسلحون سواء من تنظيم الدولة أو من غيرهم فينبغي أن يباغتوا ويفاجأوا لا أن يعلن عن العملية قبلها بيومين. وهذا يدل دلالة أخرى على أن الهدف الرئيسي من ما يجري في الطارمية ومناطق شمال بغداد ليس عملية أمنية بحتة بغرض القضاء على المسلحين، فالمنطقة تشهد نوعا ما استقرار أمنيا منذ أشهر عديدة، كما قلنا منذ أن بدأ اللواء 22 الذي يضم أبناء المنطقة في عملية السيطرة على مقاليد تلك المنطقة. نعم، ولكن ما الهدف؟ يعني لعدة مرات كما تعلمون تعرضت هذه المناطق ما تسمى مناطق حزام بغداد ولا سيما قضاء الطارمية لهذه أعمال التضييق، هذه من عمليات اعتقال وخطف وتضييق أمني، لماذا هذه المناطق بالذات؟ هذه العملية حقيقة سلسلة تندرج في إطار عام هو عملية التغيير الديموغرافي المخطط له والممنهج الذي يجري في مناطق شمال بغداد كما جرى في مناطق جنوب بغداد منذ 4 أو 5 سنوات. هذه المنطقة تمثل حلقة وصل بين مناطق الكاظمية والتاجي من جهة وسامراء من جهة أخرى، وهاتان المنطقتان تتعرضان لمحاولة تغيير ديموغرافي منذ أكثر من 10 سنين. وكما يعلم القاسي والداني أن الحكومة العراقية والميليشيات المرتبطة بها دابت منذ فترة طويلة على عملية ممنهجة السيطرة ميدانيا على هذه المنطقة بغية التغيير الديموغرافي. هناك طبعا نقطة أخرى جزئية تتعلق بالعملية الاقتصادية التي تتربح من وراء هذه الميليشيات و الألوية التابعة للجيش الحكومي في تلك المناطق. منطقة الطارمية وما حولها تضم مناطق أحواض سمكية يعرفها أهل المناطق تلك، وهذه الأحواض السمكية والمزارع تحاول كثير من الميليشيات السيطرة عليها لأن فيها فائدة اقتصادية كبيرة. وبما أن الحشد الشعبي أصبح الآن له واجهة عسكرية وواجهة اقتصادية تعرف في العراق الآن بالمكاتب الاقتصادية، بدأت في الموصل عقب السيطرة عليها وصولا إلى منطقة شمال بغداد، فما يجري عملية تنوع أدوار للسيطرة على تلك المناطق، أولا تغيير ديموغرافي إبعاد السكان تهجير أهلها، وعملية اقتصادية بنفس الوقت للسيطرة على موارد تلك المنطقة وابتزاز أهلها بكل الوسائل الممكنة. وهذا ما أكدته أيضا هيئة علماء المسلمين. طيب، في الوقت ذاته منظمة هيومن رايتس ووتش حذرت الحكومة في بغداد، أكدت أن الحكومة تحضر لاعتقال عائلات قادمة من سوريا في داخل مخيمات مدينة الموصل. تحت أي بند إذن تعتقل الحكومة عوائل بأكملها، وما المصير الذي ينتظرها؟ طبعا هو الملف الرئيسي لهذه الأمور تندرج في إطار نظرة الحكومة والحشد الشعبي أنها عملية
البحث عن العوائل المرتبطه بداعش او عن اي شخص قد تكون له ميول لاثاره الفتن، هكذا يقال في ملفاتهم وفي عمليه في الاعلام. العمليات التي تجري على الحدود منذ اشهر عده لم يصبها النجاح الكامل، وبالتالي هم يحاولون مضايقه الناس بل ومنعهم من العوده الى مناطقهم. هذا الدافع المخفي في تلك الامور، ليس خفيا ان هناك اكثر من 3 مليون سني في مخيمات النزوح في الموصل وما حولها، في العامريه والفلوجه وبغداد وما حولها، في مناطق جنوب بغداد. هذه المناطق تضم مخيمات نزوح، تضم كما قلنا اكثر من 3 مليون شخص. عمليه تطهير طائفي واضحه، فما يجري من الكلام عن بعض المخيمات مثل مخيم الهول وبعض المخيمات الاخرى التي يقال ان ميليشيات قوى سوريا الديمقراطيه اتفقت مع الحكومه على اعادتهم الى العراق، هي تدخل في هذا الاطار. اولا ابتزاز، ثانيا تدقيق امني، ثالثا منع هؤلاء من العوده الى مناطقهم، بالتالي استكمال لعمليه التغيير الديموغرافي تجري على نطاق واسع في اكثر من منطقه سنيه على يد الجيش الحكومي او الحشد الشعبي. إذن استمرار الحكومه بهذه الممارسات الا يؤدي الى انعكاسات خطيره على الامن المجتمعي داخل العراق؟ وللاسف ان الحكومه العراقيه لا تبالي باي ملفات او تقارير حقوقيه، هذه يعرفها القريب والبعيد. الحكومه العراقيه رغم انها من اكثر الحكومات التي وجهت لها تقارير من هيومن رايتس ووتش وامنستي والمنتدى الاورو المتوسطي التي اصدرت بيان عن السجناء العراقيين في السجون ومن السجن السادي، سواء تكون هناك حمله قبل بضعه ايام عن افقد السجناء من سجون الموت في العراق، ولكن الحكومه العراقيه للاسف لا تبالي باي من هذه التقارير، مدعومه ومسنوده بسكوت امريكي وسكوت الامم المتحده ومجلس الامن. حتى ممثل الامم المتحده في العراق يسمى في العراق الصم البكم، لا يطالب الحكومه العراقيه باي مطلب قانوني او حقوقي سواء فيما يخص النازحين او سواء فيما يخص التعايش. وبالتالي ما يقال عن النازحين الان لم تعد فقط منظمات حقوقيه، بل هناك نواب برلمانيين وكتل سياسيه منخرطه مع الحكومه في البرلمان العراقي وفي الحكومه، تقول ان المكون السني، وانا اتحدث عن تصريحات في جمال كربولي ويحيى المحندي واحمد الجبوري وغيرهم من النواب البرلمانيين يتكلمون عن ان التمثيل السني لا يتعدى 5% من العمليه السياسيه والاجهزه الامنيه والادارات والحكومات، فما بالك بالنازحين، فما بالك بالمهجرين، فما بالك بالحقوق الانسانيه او الخدمات. هذه ملفات ليست في سلم اولويات الحكومه العراقيه. شكرا جزيلا لك من الدوحه الصحفي والاعلامي حسين دلي.